انا قبل ما بلش بس بدي اقول نيال الاحساء بزميلي علي، لانه عن جد من لما دخلت على ام بي سي وهو عم بيعرفنا على الاحساء وشهاني اني حتى زورها، وان شاء الله بقدر زورها قريبا. ورح نبلش باخبارنا اليوم، بدايتنا من المنافسه الايطاليه الشرسه على ارض الرياض ونتيجه صادمه لعشاق رونالدو ورفاقه، حيث جدد لاتسيو تفوقه على يوفنتوس وتوج بكاس السوبر الايطاليه للمره الخامسه بتاريخه في المباراه التي اقيمت في السعوديه للعام الثاني على التوالي، وبنتيجه 3-1 حرم لاتسيو فريق السيده العجوز من الاحتفاظ باللقب وتعزيز رقمه القياسي بتتويج 9. وما بعرف إذا لاحظتوا بصور المباراة، في سابقة تاريخية ارتدى فريق يوفنتوس يوم أمس قمصان كتب عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، أما الأرقام حملت اسم النادي بخط عربي جميل تم تصميمه بالتعاون مع الفنان شاكر كشغري، وتم طرح القمصان للبيع قبل عدة أيام ونفذت الكمية على الفور. وأشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بهذه البادرة اللطيفة من النادي الإيطالي. طبعا اذا بديت انت تتفاعل مع الـ مع الـ مع الانديه الـ الـ الاخرى وصار في تعاون وصار في اهتمام ولهم جماهير في السعوديه، فهم بيبدون يتفاعلون معك بطريقه ايجابيه، فهذا احد المكاسب اللي كسبناها. لكن خروج بعض عشاق رونالدو ممكن عن المباراه انه انحسمت لاتسيو وكان في جماهيريه اكبر. والله لاتسيو يستاهل، والاهداف اللي سجلها جميله جدا. اليوم ما شفنا رونالدو سوى شيء صراحه، ف يعني اللي يستاهل يفوز. النتيجة أحزنت جمهور يوفنتوس في السعودية، ولكن بالطبع هناك من فرح بلقاء الأسطورة بوفون صاحب الـ 41 عام الذي يرفض الاعتزال. ويمكن من أكثر اللقطات اللي جعلت جماهير يوفنتوس تتفائل بمواجهة أمس هو هدف رونالدو في شباك سامبادوريا، ثالث أعلى قفزة في تاريخه واللي وصلت لارتفاع 256 سنتيمتر وبقي بالهواء ثانية ونصف. وعلق رونالدو في تويتر على الهدف وكتب CR7 Air Jordan نسبة إلى لاعب السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردن وقفزاته التاريخية. ويستطيع رونالدو القفز إلى مسافة 78 سنتيمتر من أعلى نقطة في قدمه إلى الأرض، وهو أعلى بسبع سنتيمترات من المعدل الطبيعي في دوري السلة الأمريكية للمحترفين. ولكن يبدو أن انتشار هالهدف دفع الجمهور واللاعبين إلى الرجوع للتاريخ، فنشر لاعب المنتخب المصري ونادي الأهلي سابقا وائل جمعة صورة لقفزة له في إحدى المباريات عبر تويتر، الارتفاع بلغ 276 سنتيمتر وكتب بسخرية Who is Cristiano now؟ من هو كريستيانو الآن؟ وعلى فكرة في قفزات تجاوزت 3 أمتار، وأشهرها قفزة النجم السعودي ماجد عبد الله خلال مباراة الهلال والنصر اللي وصل ارتفاع على 312 سنتيمتر، وهالصورة موجودة بمدخل نادي النصر كواحدة من أشهر اللقطات. وبسبب ضجة هدف رونالدو انتشرت عدة صور طريفة ووصل فيها الدون للفضاء. ولإنجاز جديد حققه النجم محمد صلاح، حيث بات أول مصري يحرز بطولة كأس العالم للأندية مع ناديه ليفربول في انتصار صعب على فلامينغو البرازيلي، ليتخلص الفريق الإنجليزي من عقدة دامت 4 عقود للمرة الأولى بتاريخ النادي. وفي السعودية انتشر فيديو مؤثر لرجل يعاتب جماهير الأهلي لتغيبهم عن الحضور والتشجيع، نشوف جزء منه. هذا محب والله محب. اللي حب يجي البلاء، والله حرام يصير فينا كذا. شمتوا الناس فينا يا هو يا هو. هذا الأهلي الراقي، هذا الأهلي الكبير. من الواضح أنه عنده ولاء كبير للنادي، وإن شاء الله بيرجعوا المشجعين يحضروا مثل أول وأكثر. ورد عليه النجم عمر السومة، تفاعل مع المشجع وكتب على تويتر: دموعك غالية وإن شاء الله تكون شرارة بداية عودة الجمهور للمدرجات. وبالحديث عن السومة، في أنباء صحفية تشير إلى مفاوضات نادي شباب الأهلي دبي مع الأهلي السعودي لضم النجم السوري في الميركاتو الشتوي. ومن السعودية ننتقل للإمارات وإلى الحدث الرياضي النسائي الأبرز في المنطقة،
دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020 من تاريخ 2 ل 12 فبراير بمشاركة 9 ألعاب و17 دولة عربية بعدد 71 فريق رياضي من السيدات. وقام الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة العليا للمنظمة بتوقيع عدة اتفاقيات تدعم البطولة التي تجمع نخبة من اللاعبات المحليات والعربيات. والختام مع منتج غريب قدمه الاتحاد الياباني لكرة القدم مع دخول فصل الشتاء لدعم الإناث في كرة القدم النسائية من لاعبات وجماهير، وهو بطانية أعلنت عنها رومي أوتسوغي إحدى أهم لاعبات المنتخب لتثير البطانية جدلا واسعا. فاتهم البعض الاتحاد بأنه فكر بالجانب المادي، وآخرون اعتبروه حرص ودعم للرياضة النسائية. وهذا الموضوع يمكن أنا وسارة كنا عم نحكي فيه الصبح، أنت ما حبيتي الفكرة، خبريني ليش؟ يعني لا، ما حسيت انه ما له علاقه بالرياضه، يمكن هو بس انه شيء اللي برا الرياضه وما له دخل انه بنات ولا مو بنات. هو فكره انه منتج يعني بس يبغى يروج لمنتج جديد وخلاص. صح، انا حسيت لو عملوه عباره عن معاطف كان يمكن يكون عملي اكثر، بس البطانيات ممكن تصلح للجمهور اكثر جدا. وهذه البطانيه يعني واضح من الصوره انه اي حد يقدر يستخدمها، مو شرط بنت يعني. صحيح، شكرا لك. شكرا لي، يعطيك العافيه. وجهزي روحك بناخذك للحاسه عشان تشوفين ان شاء الله.